مشاهدينا ننتقل إلى هذه الصور المباشرة من نيوم ووصول موكب السلطان هيثم إلى مقر إقامة الملك سلمان في نيوم. إذن هذه الزيارة هي الزيارة الخارجية الأولى للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. نتابع استقبال الملك سلمان للسلطان هيثم في مقر إقامته. إذن هذه الزيارة مدتها يومان، يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز طبعا، وستتم مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكان أشارت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأنه هذه الزيارة تأتي تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية.